الخير بكم جميعا. أنا اليوم في مدينة اسمها ياوندي، هي عاصمة الكاميرون، فيها 4 مليون نسمة. الكاميرون فيها 30 مليون نسمة. مستوى المعيشة هنا في البلد يعتبر الكاميرون من أفضل الدول في أفريقيا وفي العالم كله. متوسط الدخل الشهري حوالي 60 أو 65 أورو. في أماكن الناس فيها ما عندهمش دخل منتظم، وفي نفس الوقت في دلوقتي بعض الصراعات اللي حاصلة في بعض المناطق اللي عملت بنزوح اللاجئين. دي أنا واقف هنا بالظبط، واقف جنب مجرى المايا ده. مجرى المايا دي في قناة أو قناية الحكومة عاملاها، بتجمع كل مياه المطر وتصب من هنا نهر اسمه فندو. نهر فندو ولا فندي؟ فندي. نهر فندي. فالمياه بتيجي من الفتحة هناك دي اللي بالجنب دي، من الشوارع الجانبية كلها، وتنزل زي ما انتم شايفين المية نظيفة ورايقة. تفضل المية دي ماشية لمدة 10 كيلو علشان توصل لمصب النهر اسمه فندي، ويحافظوا على المياه الأمطار اللي بتنزل. امبارح كان في مياه الأمطار، كان في مطرة لمدة 3 أو 4 ساعات، فالمساء مطرة شديدة جدا جدا. ولكن بعد ما وصلت المطرة ما فيش ولا نقطة مية كانت في الشوارع، ولا فيضان، ولا زحمة في العربيات، ولا حوادث، ولا أي شيء. ليه؟ لأنهم بنوا كدولة فقيرة من أفقر دول العالم نظام لتصريف مجاري مياه الأمطار والاستفادة منها مرة أخرى، سواء للشرب أو سواء للزراعة أو سواء للتربية الحيوية. اللي أنا واقف هنا ليه بالذات؟ علشان أدي رسالة لبعض الناس اللي هم في بعض الدول الغنية في مناطق شمال أفريقيا ومناطق الشرق الأوسط، اللي هم عندهم الإمكانيات المادية الكبيرة، وإنهم عجزت ديوانهم على أن تبني أو أفشلت بناء مجاري المياه الأمطار اللي بتخضع لهم. إحنا عجبنا الحاجات دي منذ سنوات في بعض الدول الغنية في الشرق الأوسط، وحاليا شفناها في بعض الدول الأخرى اللي مات من خلال دول بعض الأمطار لمدة ساعات قليلة، وليس بكثافة الأمطار اللي هنا مات ناس كثيرين في هذا المكان. الأمر هنا مش أمر عدم وجود إمكانيات، هو أمر فساد. الفساد هنا أصبح في كل دول العالم هو نظام. نظام ليه منظومة، منظومة تدعمها ثقافة، تدعمها قيم أخلاقية، تدعمها مؤسسات فاسدة ورموز فاسدة ومثقفين ومدعين فاسدين أيضا، بيتكلموا عن إن هو كيف نحافظ على دولتنا الفاسدة. دولتنا الفاسدة هي مصدر الزنا. نرجع ونبص مرة ثانية لدولة فقيرة زي الكاميرون. طبعا الكاميرون تعرفينها، كان فيها لاعب أشهر لاعبين الكرة في العالم اسمه إيتو، بس أنا مش فاكر اسمه الأولاني هو إيه. سامويل إيتو. سامويل إيتو كان بيلعب فين؟ في برشلونة ولا في تشيلسي ولا برشلونة. بس مصر غلبته كذا مرة يعني كتير. الكاميرون وغلبت اللي هو صحيح العاج اللي كان فيه دروجبا برضك إلى آخره يعني. ففي الآخر نرجع مرة تانية نجد إن الفساد أصبح دلوقتي منظومة للنظم بتقني الفساد في كل مكان في العالم، كي يستفيد منها بعض الفاسدة من كل ما نسميهم مثقفين أو إعلاميين أو رجال دين إلى آخره. نرجع مرة أخرى هنا نحيي الكاميرون بالرغم من قلة إمكانياتها على وجود هذا النظام الراقي الكبير اللي خلاني إن أنا أقارن ما بين ما شفناه على التواصل الاجتماعي منذ أيام وما نراه هنا في الكاميرا. هي لسه المطرة مطرة، لو انت طلعت فوق هنا اطلع كده شوف الارض لسه مبلولة، شايف انا هو الارض خصوص الارض خصوص حاضر لكن ما فيش مية. في خرم هناك هو هناك ده برضك مصر في مصايف المياه هنتكلم عنها. حتى في الشوارع الجانبية في مصارف لمياه الأمطار. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنذهب لمكان تاني دلوقتي عشان اوريكم بعض شبكات تصريف مياه الأمطار من شوارع اخرى. ده التدخين الثاني لمجرى مياه تصريف مياه الأمطار في العاصمة ياوندي، هي عاصمة كامل. زي ما احنا شايفين ادي احد المجاري اهو اللي كل الأمطار بتاعته وبتمشي في القناة دي، القناية اللي احنا بنتكلم عنها دي، وبتيجي من القناية اللي هي موجودة عندي من الأماكن المرتفعة كذلك، وبتيجي حتى من مواسير هنا هو علشان تنزل كل الأمطار، مياه الأمطار دي لأماكن مختلفة على
اماكن مختلفه علشان تستفيد منها الدوله وتستفيد منها الشعب في اتجاه صحه الشعب وفي اتجاه الزراعه وتحمير الحراريه. نمشي مع هذه احنا اتكلمنا عنه في الجزء الاول من الفيلم الى ان تصل الى المصب الكبير اللي هو موجود هناك عند العربيات اللي توصل للنهر الكبير اسمه نهر فوندي او نهر فوندي حوالي 10 كيلومتر من هناك. احنا بنتكلم عن التكامل انها بلد فقيره من افقر دول العالم لكنها علقت وشكلت نهر عمل شبكه من تصوير مياه الأمطار اللي بتنزل في هذه البلدة اللي كانت تستفيد منها أو تعيد تشغيلها مرة أخرى. اللي بيحصل في بعض الدول اللي في شمال أفريقيا وفي دول الشرق الأوسط الفساد هو الأساس اللي مشكلتها هنا ما بتشوفش فيها زي ما أنتم شايفين، لكن في نظام اتعمل. أما الفساد اللي عم نتكلم عنه وأصبح ليه ثقافة وأصبح ليه مؤثرين وأصبح ليه أنبياء وأصبح ليه رسل وأصبح ليه اسم أصحاب قيم وأصبح عنده متدينين بيدافعوا عن هنا حل المشكله. امبارح كان المطر زي ما قلت قبل كده في الاولاني ثلاث اربع ساعات او اربع ساعات مرت مفيش اي مطر حصل حوالينا. النص ساعه كان في مطر هنا هو مفيش اي مطر، ده شوف ده ما تبقى من اثر المطر اللي نزل من نص ساعه، لكن مفيش اي فيضان او اي زحمه او اي توقف في الحافلات والمرور الى اخره. ولذلك احنا بنقول لكم ايه؟ محاربة مثل المشاكل هي محاربة الفساد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ياوندي عاصمة الكاميرون. السلام عليكم.